فيريرا، انا كان في له اخطاء من وجهة نظري فنيه في الشوط الثاني النهارده في مباراه انبي، ولكن كل الناس بتغلط. فيريرا ده هو اللي اسعدنا الموسم اللي فات، فيريرا ده هو البروفيسور، فيريرا ده هو اللي احنا كلنا واثقين فيه وكلنا اشدنا بيه، يعني مش هنيجي نقيمه من خلال مباراه انبي او من خلال مباراه النادي الاهلي. الكلام ده على فكره بيستفز ناس كتير. ليه؟ يعني مثلا لما يجي حاجه تقول مثلا على فيريرا بروفيسور، تلاقي الناس تستفز جدا طبعا وتشتمك. ما هو تلاقي مثلا تقول امام عاشور ده لعيب كبير قوي، يقعد يتريق لك على امام عاشور والترقيصه بتاعت امام عاشور ومعرفش ايه، يقعد يقلل من محمود علاء، يقعد يقلل من زيزو، يقول لك خلاص ده مشي وراح الريان رسمي. يعني في تحس كده ايه، ان في نوع من التقليل للعيبه بعينها. شيكابالا مثلا يبقى مؤدب وما عملش حاجه خالص وكويس جدا، لا يشتمه عشان يطلعه عن شعوره، عشان يدخله في مشكله، عشان لا هو عايز يعني هو هدف وتارجت بالنسبه له. خالد، اي حد مؤثر دايما بيبقى معرض للحاجات اللي انت بتتكلم عليها دي، اللي هو دايما الهجوم عليه او التقليل من شأنه او محاوله ان هو يخرجه عن شعوره ويخرجه عن تركيزه. انت لو سألت الاستاذ عمرو عن القصه الكوميديه بتاعته، لو ما كانش الاستاذ عمرو الدرديري مؤثر والاخرين بيعملوا له حساب والاخرين متضايقين منه والاخرين عارفين ان كلامه بيبقى في الصميم، ما كانوش طلعوا عليه مثل هذه الشائعات السخيفه، لان هو انسان مؤثر. انما لو هو انسان مش مؤثر كانش حاجه هتحصل ولا الكلام ده. نفس القصه بالنسبه لامام عاشور، بالنسبه لزيزو، بالنسبه لشيكابالا. لعيب كبير. هو شيكابالا ليه عامل الحاله دي بالنسبه للبتاع ده؟ لانه لعيب مؤثر مع نادي الزمالك. لما شيكابالا لما بينزل اي مباراه لازم غصب عن اي فريق قدامه يعمل حساب شيكابالا، لازم يخصص له حد يراقبه. القصه الكره اللي بيعملها دي من ناحيه اليمين ويقطم ويجاب فيها كذا جون في النادي الاهلي تحديدا شيكابالا، هو لعيب مؤثر. فيبقى الحل ايه قدام شيكابالا؟ ان انت تقلل منه، ان انت تخرجه عن شعوره، ان انت تشتمه اثناء الليله. دلوقتي على امام، الليله بقت على امام دلوقتي. أيوة هتقولي جوان امام، على فكره الليله بقت على امام الفتره دي. بس امام يعني انا بشيد بالتصرف اللي تصرفه النهارده، حضوره المباراه في ورجع شعره تاني، ويرجع شعره تاني للون الاسود عشان ينهي بقى الجدل او ينهي الناس اللي هي عماله تضرب في الوضع. طب ايه السبب؟ طب مش عارف ايه؟ طب الشعر الاصفر؟ لا الشعر مش عارف ايه. بقول لك اللي بيعجبني بقى ان كتير من اللي بيتكلموا يعني بيشجعوا النادي المنافس، فيقول لك ده لعيب مش منضبط. قال يعني انت ايه خاف على مصلحته قوي يعني؟ فما هو لعيب مش بالمناسبه منضبط. بس خالد، سيف الدين الجزيري صبغ شعره الموسم اللي فات باللون الاصفر وما كانش في اي حاجه. ده بس علشان الناس اللي هي صحيح عماله تسرح بخيالها. أيوة هي القصه قصه فنيه. فيريرا له رؤيه فنيه بالنسبه لامام عاشور، وبناء على الرؤيه الفنيه دي استبعده من المباراه. ولكن علشان الناس عايزه بقول لك تسرح بخيالها، طب مش معنى الجزيري كان بيلعب ماتشاته وكان منتظم؟ لا لا، هو موضوع يعني طبعا يعني جزء فني ان هو زعلان من مستواه في ماتش السوبر، وده حق المدير الفني. نمره اتنين اكيد جزء يعني هو عايز يقرص ودنه اي حاجه، لانه طبعا امام لعيب كبير يعني. امام ما يكون جاهز وموجود اساسي على طول بالظبط يعني، فاهم قصدي؟ لكن ده وارد في الكوره على فكره.